طبعا زي ما قلت ملف الحبس الاحتياطي لا نهمله، كان من ضمن واهم الملفات التي اولتها اللجنه اهميه خاصه. في هذا الملف كان في تنسيقات مع كل مؤسسات الدوله والجهات ذات الصله، حتى تم الوصول الى نتيجه مرضيه ومحققه للتوازن بين مصلحه التحقيق والمحاكمه في الحبس الاحتياطي كاجراء احترازي، وبين حقوق المواطنين في وضع ضوابط وقيود عند استخدام هذا الإجراء. وهنا أجد لزاما علي حقيقة، دي حقيقة بذكرها، أن أشيد بالدور الإيجابي لوزارتي الدفاع والداخلية في هذا الملف تحديدا، ودعمهما لعمل اللجنة وصولا لهذه النتيجة الطيبة. طبعا كما تعلمون حضراتكم، من أهم ما انتهت إليه اللجنة في هذا الملف هو تخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي وفي سائر مراحل الدعوة الجنائية. قبل ما أقول المدد دي، الحبس الاحتياطي وفي القانون المقارن وفي القضاء المقارن موجود وبقوة، يحقق التوازن بين حاجتين مهمين جدا: العدالة الجنائية نفسها، الضبط الجنائي، وإحكام التحقيق إجراءات التحقيق والمحاكمة في جميع المراحل، وبين حقوق الإنسان، مصلحة المتهم اللي هو خاضع للحبس الاحتياطي. فلازم التوازن بين هذين الاعتبارين اللي هم في غاية الأهمية، لا نحمل أو لا نأخذ باعتبار على حساب الاعتبار الآخر. إيه هي المدد الجديدة؟ في الجنح أصبحت 4 شهور بدلا من 6 في القانون الحالي، ده الحد الأقصى. 12 شهر في الجنايات بدلا من 18 شهر في القانون الحالي. 18 شهر إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد بدلا من 2 في القانون الحالي. فضلا عن تقييد سلطة محكمة النقض، وهو ما ينطبق أيضا على محكمة الجنايات المستأنفة بعد استحداثها إذا كان الحكم صادر بالإعدام أو السجن المؤبد. محكمة النقض ومحكمة الجنايات المستأنفة لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا 45 يوم قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز 2، كانت في القانون القائم مطلقة وغير محددة ما دام يخضع لسلطة محكمة النقض أو محكمة الجنايات المستأنفة. كمان التعويض عن الحبس المستحدث في المشروع القانون القائم الجديد يشمل الحبس الاحتياطي والحبس بشكل عام كعقوبة غير الحبس الاحتياطي. يمكن للمتهم بعد تبرئته أن يقيم دعوة بطلب التعويض عن مدة الحبس، سواء في الحبس الاحتياطي أو الحبس بشكل عام.